هاي شتيها ها شتيها هذاك هذاك الشق هذاك السيمه اللي زادوا في الاخر اللي زادوا في الاخر ولا بحال بحال تنفخات عليه ولا بحال شي شقيفه لاصقه عاد انا راه كاع ما كنت مع ديك الفكره ديال تزيد ديك ديك السيمه دابا ديك شحال ما بقات غادي تطرطق بعد ملي غتعاود فوق من الصباغه الحمراء عاد غتولي 100% الصباغه ديال ضد الماء الكراطه يمكن قاصحه عليها الاخرى هاد الكراطه هادي رطبه تاد السترة خاصة المرطوب في الحقيقة ديال المرطوب بسم الله هذا هو السطح اللي ضربنا ديك النهار بالكولا كولا غريفي والسيمك حلا ضربنا دابا تقريبا ضربنا نهار السبت واليوم الجمعة يعني قريبة أسبوع دابا رجعنا غنضربوه بالصباغة الحمراء ديال الماء وبحقيقة طلعت واعرة بحي مزيانة المهم تسرع بالكولا ديال الكريفي والسيمة ودابا غنضربوه بالصباغة الحمراء ونشوفوه كي غيطلع المهم مزيان الحاجة واحدة اللي كان من قبل كان كيبقى بحال السطح بحال إلا محفر وناضو دارو ليه السيمة السيك هي اللي خسرت شي بلايص ومن بعد دابا جينا حنا درنا ليه القضية باش كنصلحوه البودير ابراهيم هو اللي خدام لينا هادشي دار كولا غريفي والسيمه وضربناها بالكراطه مزيان كما تشوفوا دابا راه سيمانا قبل النهار ها هي الصباغه الحمراء دابا زدنا فيها الماء وغنبداو نضربو هاد القنيتات هادو ضربناها هادي درناها في الحقيقة حنا دايرين الصباغة درناها باش تتعمر شي بحال شي حفاري كيكونو كيعمرو دابا غنبداو ان شاء الله دابا شفنا هاد اليومين هادي ولا تلت ايام ما فيهاش الشتا هادي دابا طاحت عليها الشتا ومن الفضار كيبان فيها شي امامل لتحت وملي درنا هذا غير هذا كان الشتا ما هبطش الماء يعني باش عرفنا هادي راه شي حاجه فعاله ودابا ملي شفنا في الطقس نهار الاثنين غتبينو في النشره الجويه غتكون الشتا ان شاء الله باذن الله داكشي علاش دابا حنا رجعنا اليوم الجمعه باش قبل ما طيح الشتا
كيما قلت هذه راه خدمت لينا في خدمت لينا بلا صباغة حمراء، ولكن حنا غنزيدو الصباغة الحمراء. المهم هذه جربناها عطات مفعول، ولكن غنزيدو الصباغة الحمراء باش نتهناو ان شاء الله. استعدنا وهذا قليل في كان طلعوا لي العروبية كاع ما كنحتاجو السطح، وحنا أغلبية كنبقاو نجيو غير في الصيف ولا في العطلات الربيع. المهم هذا هاد السترة هادي ما تنساو بان راه ما فيهاش المرطوب، تا طلع الصطاعات كتبان ليا راه ما فيهاش المرطوب. دابا كل ما بان ليناش المال تحت محالوش غنطلعو السطح. الزيتون هاد غسلاتو هاد الشتا اللي طاحت دابا غسلاتو ولا كيبان خضر، الشجر ولا كيبان خضر، كان تيبان مغبر. دابا الشجر كله ولا تيبان خضر مزيان، حتى الحبوب ديال الزيتون تغسل، شي حبوب اللي باقي من بعد داك، ولكن اغلبية طايح في الارض. مرتوش غيبان ليكم من هنا ولا لا؟ شتي الارض كلها زيتون، الارض فيها الارض فيها الزيتون اكثر من الشجرة. زومي هنا ما نعرفش يبان ولا تعرف التليفون ما كيزو مش مزيان والله. لا لا الارض الارض الا فيها الزيتون اكثر من الشجره. نشوفوا المدير ابراهيم راه بدا كيصبغ. شوف در ضروري يضرب واحد 5 سنتيم ولا واحد، خلي هي كاينه ديك الشيطه الصغيره. ولا راه خصو تدوز ودبر عليها دابا باش ما تلقاش كيفاش الا صبغتي ما عندكش كيفاش تدوز. وصافي حبس ياك ما خففتيهاش بزاف، ما تخففهاش بزاف الصباغ، الا كانت نزيدوها الصباغه ثقيله. ها راه عندنا الرولو باقي هذاك الشيء اللي نقول لك، الرولو فيه الماء هي مزيان تضرب ثقيله. شوف ما تبقاش دير تجيب الرولو بزاف باش ما تبقى مصارجي شويه، انت راه كتولي بحال الميكا هاي. عرفتها هاي هي انا بقات مسار جاية ضربة بالرولة وسيرة خايشوف ديك الشيتة باش ت جي عندي بالرولو هنا جي مالي زيد تتقرب التيلي وفهم الاخر اوه كورا طارع الكاميرا الشيتة خلقها هذا مش خويا بيه مالي مالي خلاص هذي كلانة كلانا الليل. قال لك المدير ابراهيم نسربي وراه كلانا الليل عاد باقا غنطلعوا. نعم اخي ما غاديش تليق لينا خويا ها ولا سير جيب الشيتا اخي شوف هذيك الشيتا فين كاينه، ما كاينش داك الرولو الصغير. لا وصافي شوف ديك الشيتا تيقولوا لها البانسو واش كاينه شي وحده ولا ما كايناش.
المدير ديال الفيلم الاخر ديال الاخر ديال الصح جرات علينا من الاخر جبناها قريبه المغرب الشمس هبطات الروح هادي الشمس لا 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 السيم شو مارك زادك الصطل اللي ما مخلطش هو اللي هبط انت هذا اللي مخلط خلنا نهبطو انا لا اضرب غير من هنا ودنا دابا المغرب وكان شاطط لنا شوية صباغة كنضربو بها هاد الدار من اللور ما نكملوهاش المهم عا كنضربو السمطة لتحت نهار اخر عاد نكملوها شي سد اخر ولا حد حيت انا كنجيو غير بالسبت ولا الحد